سلام القدس لكم وعليكم أحبائي وأعزائي في حلقة اليوم من بانوراما وفي هذه الحلقة طبعا كما قلنا الاثنين لا تصدر الصحف يعني والثلاثاء أيضا الأربعاء سنكون على موعد مع صحيفة البلاد اليوم يعني أنا اخترت للحديث طبعا البدء ببديل عن المنشات وهو مقدمة سياسية حول زيارة عاموس هوكشتاين التي تبدأ بتل اليوم ومن ثم يأتي إلى بيروت وما يحيط بهذه الزيارة طبعا هي ليست الزيارة الأولى لكن هي مختلفة عن سابقاتها في الزيارات السابقة كان هوكشتاين يشتغل على معادلة هي ان ياتي حاملا عرضا ما للبنان من اجل مقايضته بايقاف المقاومه لجبهه الاسناد أنه تفضلوا لنحكي بترتيبات حدوديه النقاط المختلف عليها النقاط الثلاثه عشر الغجر الجزء الغربي منها يعني الذي يعتبر مسلم بانه لبناني وكان اصلا يعني انسحب منه الاسرائيلي ثم ب 2006 فات عليه وما عاد تركه. رغم انه مجلس وزراء العدو ماخذ قرار بالانسحاب منه. المهم عقده مزارع شبعه بقيت بين التلميح والتصريح غير محسوم امرها. المهم ان المقاومه اجابت بانها غير جاهزه لاي نقاش لاي اصغاء لعروض قبل ان تتوقف الحرب على غزه. وثبتت عند هذا الموقف. وثم بدات الحكومه اللبنانيه تنصح المبعوثين وعلى راسهم هوكشتاين بانهم عبثا يحاولون يعني التفتيش عن صيغه ما لوقف جبهه الاسناد اللبنانيه وتقديم اغراءات لحزب الله لقبول هذا الوقف لان حزب الله لن يوقف هذه الجبهه حتى تتوقف الحرب على غزه وان الطريق الوحيد هو وقف الحرب على غزه هذه كل الزيارات السابقه كان هوكشتاين يحمل فيها عروض من هذا النوع عروض محسنة عروض أفضل عروض أقل يدخل الغاز يدخل الكهرباء يدخل من جيب الكهرباء من غز من الأردن من جيب الغاز من مصر من حل المعضلات اللي لها علاقة بالعقوبات على سوريا لكن المقاومة لم تكن مستعدة على الإطلاق للحديث حتى بدأ الأمريكي يتحدث بآخر بيان للخارجية الأمريكية الذي يخاطب الإسرائيليين في حديثهم عن التصعيد على جبهة لبنان وتلويحهم بفرضيه حرب او عمليه كبرى او عمليه قويه كما قال نتنياهو كان التعليق الامريكي ان اي توسيع للحرب باتجاه لبنان انما يعني تهديدا لامن ومستقبل اسرائيل، ثم اضاف وهذه هي جمله مهمه ثانيه ايضا غير مهمه انه يه... غير جمله انه تهديد لامن ومستقبل اسرائيل، هذا كلام جديد لانه بالعاده امريكا بتقول انه هذا تهديد للاستقرار في الشرق الاوسط، تهديد باشتعال المنطقة في حرب اكبر وحرب اقليمية، ان تقول امريكا ان هذا تهديد لامن ومستقبل اسرائيل هذا مهم يعني هذا يعني ان امريكا تقول للاسرائيليين علنا وليس في الكواليس انها تعلم بان اسرائيل لا تستطيع تحمل تبعات هذه الحرب على لبنان وان ما تملكه المقاومة يهدد فعلا امن ومستقبل امن ومستقبل اسرائيل. طيب الجملة الثانية المهمة هي أن تقول أمريكا بأن وقف إطلاق النار في غزة سيؤدي إلى وقف إطلاق النار في جنوب لبنان وهذا أيضا مهم لأن هذا هو طرح المقاومة أصلا أوقفوا إطلاق النار في غزة فيقف إطلاق النار في جبهة لبنان هذه الزيارة لهوكشتاين تأتي على خلفية هذا التطور وبالتالي هو الآن يبدأ في تل أبيب لمحاولة لإقناع تل أبيب بالانخراط في مفاوضات لأنه نتنياهو رفض إرسال الوفد مرة أخرى إلى القاهرة حتى تقول حماس نعم لصفقة بايدن حماس الآن موقفها هي والجهاد في البيان المشترك للأستاذين اسماعيل هنية وزياد نخالة قرار مجلس الأمن نحن نؤيد قرار مجلس الأمن وبالتالي لم يعد أحد قادرا على الضغط على المقامة تحت شعار اعلنوا قبول صفقة بايدن ووضعت المقامة ملاحظات على الورقه الاسرائيليه وهي تعلن التمسك بقرار مجلس الامن اي انها اخذت ما هو وارد في قرار مجلس الامن وليس واردا في العرض الاسرائيلي واضافته مع بعض التعديلات التي لها صله بالبنود التفصيليه في تبادل الاسرى تحديدا. هلا الان الامريكي قال درس المبادره وله بعض الملاحظات الاسرائيلي تسلم الملاحظات لم يعلق ولم يصدر بعد موقفا نهائيا تجاهها هوكشتاين جاي على تل ابيب لاقناع تل ابيب بارسال وفدها الى القاهره من اجل اداره مفاوضات طبعا غير مباشره بين الوفدين الاسرائيلي والمقاومه من خلال الوسطاء الامريكي والمصري والقطري العقدة هي الان معبر رفح وممر في لنكون صريحين لانه اولا مصر لا تستطيع العوده الى لعب دور الوسيط مع الجانب الاسرائيلي وهي تحت ضغط هذا التمادي الاسرائيلي على الحقوق السياديه المصريه في بنود واضحه في اتفاقيات كام ديفيد في اتفاقيه فك الاشتباك مع غزة الذي وقع بالعام 2005 بأن إسرائيل لا تقترب من الحدود المصرية هذا ما يلو على وين وكيف وشو أنها لا تقترب هي الآن على الحدود المصرية يعني هذا هذا استفزاز عالي الوتيرة للجيش المصري هلا بالعيت مصر عملوا جنود رد فعل عليه لم تتحرك الحكومه بخطوات اجرائيه لكن هي اتخذت موقفا بأنها لن تفتح معبر رفح من طرفها ما لم ينسحب الإسرائيلي من المعبر ولن تعود إلى استقبال الوفد الإسرائيلي في أي مفاوضات من موقع الوسيط ما لم ينسحب الإسرائيلي من ممر فيلادلفيا فالعقدة هنا أن الأمريكي جاء ليقول للإسرائيلي طيب معركة رفع خلصت يعني ولم تحقق شيئا وبالتالي كل هذا والكلام عن أنه فجرنا الأنفاق وكانه كانت مصر يعني فاتحه مثل ما بيقولوا آه كرم حاتم يعني على اهل غزه آه عبر الانفاق آه المصريين يعني هذا مؤسف طبعا بس انه المصريين يتحدون الاسرائيليين ان يظهروا ان ثمه فتحه من الجانب الفلسطيني لها نهايه على الجانب المصري وانا بصدقهم لانه المصريين اقفلوا كل شيء بناء على طلب اسرائيلي وضغوط امريكيه شاركوا في حصار المقاومه وهذا لا يكتب لهم يعني يكتب عليهم لكن ان ياتي الاسرائيلي ويقول انه لا، أي المع... الانفاق شغاله حتى الان تدخل السلاح وتدخل ذخيره يعني امر غير قابل للتصديق، وبالتالي ياتي هوكشتاين ليحل هذه المساله ويقول لاسرائيل معركه رفح فشلت، لم تستطيعوا ان تفعلوا شيئا، اكبر خسائركم اذا اردنا مقارنه رفح بخان يونس بمدينه غزه بسائر مناطق الشمال بيت لهية بيت حانون جباليا الشجاعية أكبر الخسائر هي تلك التي دفعتموها في رفح وأقل الإنجازات هي تلك التي حققتموها في رفح فبالتالي يعني خلاص ما بقى في لزوم البهورة يعني طلعوا من رفح روحوا على مصر خلي نرجع المفاوضات هذا هو الطريق الذي يؤدي إلى الوقف الإطلاق النار في لبنان ويأتي إلى لبنان ليبحث شيئا آخر لا لو توقف إطلاق النار في غزة لنتحقق هل الحكومة واثقة لأن هذا كلام قالوا الأمريكان أنه نعم يبدو أنه إذا توقف إطلاق النار في غزة سيتوقف إطلاق النار في لبنان لكن نريد مزيد من الأطمئنان أن حزب الله جاد في هذا وأن الحكومة اللبنانية سمعت من مسؤولي حزب الله بأنهم فعلا إذا توقف إطلاق النار في غزة سيتوقف إطلاق النار في لبنان وبالتالي الأمريكي الآن يريد أن يحصل على جواب رسمي يؤكد طالما أن حزب الله هو الذي كان يقول لا تبحثوا معنا في شيء على الحدود اللبنانية اذهبوا لإيقاف إطلاق النار في غزة سيأتي هوكشتاين ويقول نحن نعمل على إطلاق وقف إطلاق النار في غزة هل أنتم ملتزمون بأنه إذا توقف إطلاق النار في غزة ستتوقف الجبهة اللبنانية كي نتم العمل على الجبهه الاسرائيليه بهذا الاتجاه طبعا الجواب سيكون نعم نحن ملتزمون وعند كلمتنا فاذا هذا هو السياق في هذه الحاله سيعود هوكشتاين الى تل ابيب حاملا الضمانات بان جبهه لبنان سوف تتوقف اذا توقفت الحرب في غزه ليتابع البحث في جبهه غزه بين هلالين طبعا هوكشتاين عامل سلي يعني تقول للبنانيين انه يعني لحزب الله وللحكومه اللبنانيه انه عندما يتوقف اطلاق النار هناك نحن اعددنا مجموعه من الحوافز بعضها اقتصادي وبعضها ترتيبات حدوديه المقاومه لن تناقش فيها لكن هو سيحاول ان يستمع الى رد فعل الحكومه اللبنانيه في لبنان في الحقيقه يعني عدم ثقه لأنه سبق لأمريكا وعدت بالكهرباء من الأردن وعدت بالغاز من مصر ولم تحقق شيئا من هذا وهي الآن تجدد الوعود يعني طيب وعدت باستخراج النفط والغاز أن يتم بشكل طبيعي من حق القانا وكذبت هي وفرنسا وتوتال وبالتالي المقاومة لا... لن تدخل على هذا الخط لكن الحكومة معنية بأن تسمع الأمريكي هذا الكلام بأنه فقد مصداقيته فلا قيمة لأن يعطي وعودا ثم في المسألة الحدودية إذا أرادت اطمئنانا على الحدود فعليه أن ينجز الآن مجموعة من الترتيبات التي يعني يدخل ضمنها وقف الانتهاكات الجوية وقد أظهرت المقامة بعضا من سلاح الدفاع الجوي الذي يمكن أن يتعامل مع انتهاكات جديدة بالإضافة إلى وقف الانتهاكات البرية وانهاء الانتهاكات البحريه يعني رايحين على معادله جديده اللي بده استقرار على الحدود هذه المره عليه ان يضع اسس للاستقرار نص عليها واحد لكن ما حدا بياخذ هذه النصوص وبيدقر عندها بيوقفوا عند انه حزب الله تحرك له مجموعه هون بين مجموعه هون وهي كلها يعني خروقات طفيفه مقارنه بما يفعله الاسرائيلي من ستة عشر ألف ألف اسمعوا بيانات الجيش اللبناني عن عدد الطلعات الجوية وحدها خلال سنة عشرة ألاف طلعة فإذا أراد الإسرائيلي أن يطمئن مستوطنيه للعودة إلى المستوطنات فإن عليه أن يطمئن لبنان بإجراءات عملية أنه توقف عهد الانتهاكات الإسرائيلية في البر سوف ينسحب من النقاط التي هي حقوق لبنانيه، وانا رايي الاختبار الاساسي راح يكون مزارع شبعه اللي حتى الان لا كلام اسرائيلي حوله، ومزارع شبعه قصة, قصة قصه لانه بالعقل الامني الاسرائيلي الانسحاب منها يعني فتح الطريق الى الجولان وفتح الطريق الى الجليل، وبالتالي اللي بينسحب من مزارع شبعه يعني معناتها بلش ينضج لما هو ابعد. بلش ينضج يمكن للانسحاب من الاراضي المحتله عام 67، خلونا هذا الموضوع من نتسرع في الحكم عليه، لا في التوقع انه بيقبل فيه ولا في التوقع انه ما بيقبل فيه، نراقبه ونتابعه وفي حينه نعلق ونحلل ونحاول الفهم. في البنود الاخرى من مونشات اليوم ساقرا لكم نقاط على الحروف من اسبوعين هي لكن مقال اعتقد انه مهم. ماذا تعني عتبه الانهيار وهل بلغها الكيان؟ في هذه المقاله اقول على ضفه قوى المقاومه ومحورها خسائر بشريه غير قابله للانكار، سواء في الاجسام المقاتله وخصوصا في غزه ولبنان والضفه الغربيه، ولكنها خسائر هائله وموجعه في المدنيين، وخصوصا من النساء والاطفال في غزه. اضافه لخسائر ماديه جسيمه في المنازل والبنى التحتيه، موجعه في جنوب لبنان وشديده القسوه في غزه لكن الحروب لا تقاس بهذه العناصر في تحديد نتائجها فهذه تضحيات تقدمها الشعوب في حروبها خسائر الاتحاد السوفيتي على سبيل المثال في الحرب العالميه الثانيه تمثلت بتدمير غالبيه المدن الكبرى بما فيها العاصمه موسكو وبلغ عدد الذين قتلوا من المقاتلين والمدنيين عده ملايين لكن الاتحاد السوفيتي هو الذي خرج منتصرا من الحرب لان الاهم كان احتفاظ الاتحاد السوفيتي بقدره بشريه وناريه مكنته من شن هجوم معاكس عندما بلغت المانيا وجيشها ماذا عتبت الانهيار وعلى هذا الصعيد فالمقاومه في غزه وجنوب لبنان واليمن والعراق اضافه لما تملكه سوريا وايران عند الحاجه في وضعيه من لم يستهلك قواه ولا زالت امامه الكثير من الهوامش في الحركه التي لم يستثمرها والمقدرات التي لم يزج بها في الحرب بعد وحالته المعنويه ممتازه ونسبه التصاق البيئه الشعبيه الداعمه بالجسم المقاتل في اعلى مراتبها. لكن ماذا عن كيان الاحتلال وجيشه ومعيار عتبه الانهيار. الاكيد هو ان كيان الاحتلال يقاتل بكل ما لديه. وهو كله مستوطنون واقتصاد وامن وجيش وسياسه منخرط بكليته في الحرب يعني كل مكوناته ومكوناته بكل طاقتها منخرطه وقد صارت حربا وجوديه للكيان ولكل من هذه المكونات يعني هي حرب وجوديه للكيان وحرب وجوديه لكل من هذه المكونات، حرب وجوديه للاقتصاد، حرب وجوديه للجيش، حرب وجوديه للمستوطنين فالجيش عندما يقرر الهجوم على رفح مثلا يضطر لسحب فرقة من الحدود مع لبنان يعني معناتها ما بقى عنده احتياط عنده أعداد من, من الاحتياط للجيش بس من غير المقاتلين الجاهزين للقتال بينفعوا يحطهم بالنقاط الخلفية لكن لا يروح يهاجم فيهم وما بيصلحوا للهجوم وعندما تفتح بوجهه معركة جبالية مثلا يضطر للاستعانة بلوائين منتشرين في الضفة الغربية ما يعني ان كل الجيش منغمس في الحرب ولا هوامش مناوره لديه اما المجتمع فهو موزع بين سكان شمال وجنوب مهجرين وسكان وسط قلقين من عوده القصف الصاروخي الذي عاد لاستهداف تل ابيب قبل اسابيع قليله ويعني انا قايل قبل ايام لانه وقتها كان قبل ايام والبنيه السكانيه بين اهالي اسرى واهالي جنود حتى الحريديم الذين كانوا محيدين عن هذه وتلك صاروا في قلب الاستقطاب بعد قانون الجندية الذي يعني عدل مؤخرا في الكنيست بصيغة ترضي بعضهم ولا ترضي البعض الآخر والاقتصاد الذي ينزف يتراجع الحركة التجارية تنخفض بعتقد 27% لم نحكي عنها على كل حال اقفال أغلب الموانئ توقف العبور في البحر الأحمر للسفن الوافدة إليها الاستهداف يتكرر من اليمن والعراق لميناء إيلات أم الرشراش وفي ظل انسحاب الكثير من الأموال الاستثمارية نحو الخارج وإقفال العديد من الشركات العالمية لفروعها لكن مع كل هذا هل من أداة لقياس بلوغ عدب عتبة الانهيار؟ هلا ندخل بعتبة الانهيار المعيار الفيزيائي لحالة التلاشي والإضمحلال هو بلوغ نسبة الخمسين بالمئة من فقدان قوة الاندفاع يعني أي جسم لما بيكون مندفع عادة تزداد سرعته في الاندفاع لما منقول فقد قوة الاندفاع وبالتالي بدأ بالاقتراب من عتبة الانهيار لازم فقدانه لقوة الاندفاع يكون ثابت يعني على طول عم يخسر منها لازم يصل إلى الخمسين بالمئة وبالتالي المعيار الفيزيائي لحالة التلاشي والاضمحلال هو بلوغ نسبة 50% من فقدان قوة الاندفاع شرط الحفاظ على خط بياني تراجعي طوال الفترة الممتدة من بدء فقدان أول نسبة من قوة الاندفاع حتى بلوغ الخمسين 50% واستمرار خط الخسارة في قوة الاندفاع بعد بلوغ الخمسين بالمئة بالهبوط إذا أسقطنا هذا المعيار لقياس العوامل الحيوية التي ترافق الحروب سوف نجد أن الكيان دخل الحرب بقوة اندفاع شعبية وسياسية تقارب المئة بالمئة حيث إجماع الموالات والمعارضة على خوض الحرب حتى النصر الكامل آه يعني وقت أنا أذكر لبيد حكى كلام عن الحاجة لهدنة وهذا لا أنه الناس قامت عليه هذا فتراجع قال كلنا وراء الجيش يعني آه هذه المئة بالمئة حيث إجماع الموالات والمعارضة على خوض الحرب حتى النصر الكامل مع نسبة تأييد غاضبة في الرأي العام بلغت 94% يعني وقت أهالي الأسرة ظاهروا فطلعوا يقولوا لهم أولادكم ليسوا أفضل من عناصر الجيش الذين يتعرضون للقتل الآن فلنحسبهم قتلة وخلال ثمانية شهور حافظ, حافظ الخط البياني لهذا الدعم السياسي والشعبي للحرب على خط انحدار متواصل حتى بلغ سياسيا ما نراه الآن انقسام سياسي حاد بين معسكرين متقابلين متوازينين بين رافض لاستمرار الحرب ومؤيد لاستمرارها والمقال كتب قبل أن ينسحب بني جانس وإيزين كوت من الحكومة وتحرت وتحركت استطلاعات الرأي حول تأييد الحرب من 94% في 8 أكتوبر إلى 27% وقت كتابة المقال مروراً ب 74 بنهاية ديسمبر ثم 57 بنهاية أذار ثم 38 في أواخر نيسان إلى 27% في أواخر أيار وسياسيا صارت نتائج استطلاعات الرأي تعطي معسكر رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو 51 مقعدا في الانتخابات المقبلة مقابل 69 مقعدا لخصومه وتعطي نتنياهو 30% من التأييد لترشيحه مقابل 38% لمنافسه بني جانس وهذا يعني أن قوة الاندفاع فقدت بصورة منتظمة وهي تستمر بالفقدان بنسبة بلغت حتى الآن 70% من الدعم الشعبي خسرته قوة الاندفاع و30% من الدعم السياسي بعدها بالدعم السياسي ما خسرت ال50% واضح يعني لنعرف انه ليش بعده ما تراجع نتنياهو ما انكسر ليش الحكومه ما فرطت بالكنيست لأن ما خسرته من قوة الاندفاع السياسي لا يعادل ما خسرته من قوة الاندفاع الشعبي هي في قوة الاندفاع الشعبي خسرت سبعين في قوة الاندفاع السياسي لم تخسر إلا ثلاثين في في الجانب العسكري يقول قادة سابقون في جيش الاحتلال أنه فقد نصف آلياته في الحرب أي قرابة ألف آلية وهو يعاني شحا في الذخائر الحيوية لحروب البر وهي قذائف المدفعيه من عيار 155، وفي صواريخ الدفاع الجوي خصوصا الباتريوت، و تماما كما تعاني اوكرانيا، ويتحدث قاده الناتو عن العجز في التلبيه علنا، تلبيه اوكرانيا فما بالك بتلبيه اسرائيل، ويلتقي القاده السابقون في الجيش والاجهزه الامنيه والخبراء والمعلقون في قنوات التلفزه والصحف على عدم الثقه بالارقام الرسميه حول خسائر الجيش، وثمه اجماع على أن عدد الذين باتوا خارج ساحة الحرب بين قتلى وجرحى من جهة هي فئة مقعدين مصابين بإعاقة دائمة من جهة ثانية فئة ثالثة مصابين بصدمات تمنع عودتهم للقتال من جهة ثالثة هي فئة ثالثة ومتمردين وفارين من جهة رابعة هي فئة رابعة الإجماع على أن عدد هؤلاء معا هو تقريبا خمسين ألف على قاعدة 12500 تقريبا لكل من هذه الفئات 12500 قتيل وجريح 12500 مصاب بصدمة نفسية 12000 مش قادر يعود بسبب الصدمة النفسية المصابين شي 30000 12500 مصاب بإعاقة دائمة تحول دون العودة للقتال و12500 بين فرار وتمرد هاو كتب المعلق العسكري في صحيفة أرس طيب هال ألف هم من اصل جيش وستين ألف منهم يعني بحر وبر واشاره واداره منهم مئة ألف القوه البريه النظاميه اللي فيها وحدات النخبه والالويه القتاليه وبالتالي جيش مئة ألف في 50 منه صاروا برات الساحه يعني فقد 50% من قوه من قوه دفاعه و50% من الياته لكن اذا اضفنا الى هذا ما فقده من انخفاض في الروح القتاليه واللي هو بائن عندنا يعني من مستوى المهاره الكفاءه الحيويه الحركه القدره على الانجاز المساحه التي دخلها في رفح خلال شهرين لا تصل الى 18 كيلومتر مربع بينما بالشهر الاول اجتاح 180 كيلومتر مربع يعني فقد 90% لكن بالاجمال العام خلونا نقول بين 50 و70% يا خي خلينا بال50 يعني اذا فقد 50% بالمئة. اذا اضفنا الى هذين العاملين الارقام الاقتصاديه التي تتحدث عن تراجع الاستهلاك الشخصي بنسبه 27% بالمئة. ناس مشترياتها وتنعمها بالحياه فيما الاستهلاك الحكومي ارتفع 88% -80 وهذا علامه سلبيه طبعا لما الاستهلاك الحكومي زاد هالقد يعني معناته بده يزيد التضخم وبده يزيد الدين وبده تنخفض العمله وانخفضت الاستثمارات 70% تراجع الاستيراد 42% نسبه نمو سلبي 20% واذا قرانا حجم الخسائر السياسيه الدوليه عامل ثاني بفقدان نسبه هائله من قوه الاندفاع التي كانت عشية 7 أكتوبر كان معه إجماع في الشارع الغربي خصوصا وهي خسائر يصعب حصرها الآن وتحديدها منحها نسبة مئوية خصوصا أنها غير قابلة للتعويض وغير قابلة للتجاهل وصارت المحاكم الدولية مؤسسات لا يضمن الكيان النفاذ من ملاحقاتها كما اعتاد خلال عقود طويلة وبدء مسار دولي غربي للاعتراف بالدولة الفلسطينية دون المرور بقبول الكيان كشرط مسبق كان قائما في الماضي شوارع عالمية غاضبة نصف قادة الكيان متهمون بأنهم قتلة ومجرمون يمكن القول مجازا طبعا لأنه ما في أداة قياس هنا أن الكيان فقد أكثر من نصف قوة الاندفاع يعني بكفي مشاهد المظاهرات في العالم التحول في المحاكم التحول في الاعتراف بالدولة الفلسطينية مع وضع اقتصادي يتردى باستمرار بأرقام توحي ببعضها 70% ببعضها 40% ببعضها 30% فإذا يعني ممكن أن يؤخذ بالإجمال العام أن الكيان بصورة عامة تخطى عتبة الانهيار وتجاوز الخمسين بالمئة في فقدان قوة الاندفاع في عدد من البنود الرئيسية أو في المتوسط الإجمالي لفعل هذه البنود الرئيسية. وهذه النسبة طبعا مثل ما قلنا يبقى تبقى العقدة أمامها هي أنه على الصعيد السياسي لم يفقد من قوة الإندفاع أكثر من 30% وبالتالي لا يزال العامل السياسي هو الذي يعني يمنع إندفاع الكيان نحو الإنهيار أو نحو الذهاب إلى البحث عن صيغة سياسية تتناسب مع هذا التحول وهذا عائد إلى غياب شخصيات وازنة وموثوقة وصلبة وشجاعة في المعارضة تتقدم في مواجهة نتنياهو وهذا بفسر أصلا ليش بني جانس ما عم يقدر يجيب يعني 30 ل 38 طيب كان بالبدايات بني جانس عطيته 54% كمرشح لرئاسة الحكومة استطلاعات الرأي بشهر أذار لكن عندما بدا يبدو مترددا وجبانا وضعيفا فلت عنه الناس يعني ما عاد التعطي فلا توجد شخصية يمكن الرسملة عليها بوجه نتنياهو لذلك الاستعصاء الآن في الكيان هو استعصاء سياسي ننتقل منها إلى التعليق السياسي طبعا تعليق غير بعيد من أسبوع تقريبا حول قرار مجلس الأمن والتعديلات وافق مجلس الامن الدولي على قرار يدعو لوقف اطلاق نار دائم وانهاء الاعمال العدائيه في قطاع غزه، ينص على المطالبه بانسحاب شامل لجيش الاحتلال من كل قطاع غزه، بعدما اضطرت واشنطن الى تعديل مشروع القرار مرتين ثم مره ثالثه تفاديا للفيتو الروسي والصيني. حركه حماس سارعت الى الترحيب بالقرار باعتباره تلبيه لمطالبها، من اي اتفاق؟ يتضمن تبادل الأسرة ويربط إنهاء ملف الأسرة عبر المراحل الثلاث بإعلان نهاية الأعمال العدائية وقف نهائي لإطلاق النار والحرب رغم أن المقاومة يعني حركة حماس والجهاد سجلت نقاط تحفظ على قرار مجلس الأمن ببعض التعابير الواردة في النص لكنها اعتبرته أساسا صالحا للتفاوض وأعلنت استعدادها لمتابعة التفاوض بانفتاح مع الوسطاء لضمان وضع القرار موضع التنفيذ و إنجاز ما قال القرار نفسه أنه يحتاج إلى تفاوض لإنجازه مثل مثلا تفاصيل إنهاء الحرب في كيان الاحتلال الذي ادعت واشنطن أنه هو صاحب المقترح ارتباك حيث قبول الحكومة بقرار مجلس الأمن اللي بيتضمن وقف إطلاق نار وانسحاب شامل يهدد بقائها لتضمنه نصا صريحا على إنهاء الحرب والانسحاب الشامل لأنه هذا كلام بنجفير وسموتريتش انه عندما الحكومه تقبل صيغه فيها وقفا وقف للحرب نحن ننسحب وهذه الحكومه تتفكك وحيث الرفض اذا قالت لا الحكومه ارفض قرار مجلس الامن فهي تمنح حماس مره اخرى بعد سته ايار عندما اعلنت حماس قبول العرض التفاوضي ورفضته اسرائيل تمنحها مره ثانيه نقطه تفوق في انها الجهه التي قبلت مشروع الاتفاق بينما حكومه الكيان هي التي تعطل فرص التوصل الى حل. لكن هل هذا يعني أن القرار يعني سيتنف... سينفذ؟ لا القرار لن يتحول إلى آلية تنفيذية على الأرجح لأن الكيان لم ينضج بعد للتوصل إلى اتفاق صريح واضح بالتزامه بإنهاء الحرب علما أن الأحداث المتسارعة في الكيان تفتح الكثير من احتمالات اندلاع أزمات حكومية يعني ما بنعرف أمتى بفاجئنا خمسة من الكتلة الداعمة للحكومة للائتلاف الحاكم بالانسحاب من الائتلاف خلص بيكون طارت الأغلبية طبعا هون آي الموضوع بني جانس وانسحابه موضوع جالنت وتصويته حول موضوع الجندية من العوامل التي تشير إلى احتمالات التفكك المقاومة ربحت نقطة هذا شيء أكيد بحسن إدارتها للملف بذكاء بينما كانت واشنطن وتل أبيب تعتمدان على التذاكي مع خلطة وقاحة شو هي شو التذاكي انه نزرك المقاومة اسرائيل اسكتي انت ما تقولي هذا مش نصي انا خلي المقاومة نحن عم نقول هذا نص اسرائيلي أعفيناك من ان تعلن التأييد فانت خليكي ساكتي ونحن بنقول هذا نص اسرائيلي بالتالي لا لزوم لان نسأل اسرائيل عن موافقتها حماس سترفض وبعد ان ترفض بنكون شلحناها النقطة اللي ربحتها من خلال موقفة بستة أيار بأنها قبلت العرض التفاوضي وإسرائيل هي التي رفضت خلطة الوقاحة هي بالقول بملاحقة حماس الكرة في ملعب حماس ننتظر موافقة حماس على حماس ألا تضيع الفرصة بلينكين داير يبرم بالمنطقة وبيقول في إجراءات لازم تتخذ من الدول العربية الرأي العام العربي لاحقوا حماس طاردوا حماس طالبوا حماس طيب لعبت واشنطن وتل أبيب بالتذاكي وبخلطة الوقاحة الحصيلة أن حماس تحملت عشرة أيام ثم فاجأت بالموافقة على صيغة معدلة من مبادرة بايدن تتضمن مطالبها وبحبر أمريكي يعني اللي عدل الصيغة اللي أعطيت لحماس مين؟ أمريكا نفسها أمريكا بعتت للصيغة المفخخة وأمريكا عدلت وبعتت لمجلس الأمن الصيغة المعدلة قالت حماس انا موافقه على هاي مش امريكيه هاي انا موافقه على المشروع مش مش مشروع مصاغ امريكيا عظيم مش عن الصفقه نفسها عم يحكي بس والله الخط هون احلى والحبر هون اوضح ف احبطت كل اللعبه التي حبكت من اجل محاصره المقاومه والضغط على المقاومه وعادت المقاومه لتربح نصا قانونيا اهم من مبادره بايدن لانه صادر عن مجلس الامن الدولي، كل الدول الاعضاء بالعالم تقف وراءه بانه اطار قانوني وسياسي لحفظ الحق الفلسطيني، والحق الفلسطيني ستحققه المقاومه مش قرارات مجلس الامن، لكن مثل ما عمل القرار 425 بالزمان اللي هو صادر سنه 78 واسرائيل كبته بسلة المهملات، جاءت المقاومه لتقول هذا القرار الذي لم تنفذه اسرائيل نحن سنجبرها على تنفيذه، والارجح ان هذا ما سيحدث فلسطينيا. نذهب الان الى الخفايا والكواليس وهي الفقره الاخيره في بانوراما اليوم. خفايا يؤكد دبلوماسيون في الامم المتحده ان المناخ الذي يسود الراي العام العالمي تجاه وصف كيان الاحتلال بالعنصريه والاجرام والتوحش افقد الدبلوماسيه الامريكيه القائمه على تقديم الذرائع لنفي الطابع الاجرامي عن ارتكابات جيش الاحتلال ومنع المساءله عنه افقد هذه الدبلوماسيه الكثير من هيبتها وقدرتها على التاثير في اتجاه المنظمات الامميه بما في ذلك الامين العام والامانه العامه حيث هناك حرص على تظهير مواقف ترد الاعتبار للمنظمه الامميه اخلاقيا بصفتها مؤسسه غير خاضعه للتعليمات الامريكيه ويقول هؤلاء الدبلوماسيون ان هذا يؤسس لزمن جديد غير مسبوق في الامم المتحده وسائر المنظمات الامميه لجهه الاستقلال عن الهيمنه الامريكيه خصوصا في ظل التضامن الذي ذهبت الامم المتحده فيه حتى النهايه وراء امريكا في قضيه اوكرانيا وحرب اوكرانيا كواليس يقول خبراء عسكريون ان حزب الله كان لديه تصور واضح عن تفوقه الاستراتيجي على جيش الاحتلال وكان لديه يقين بانه يملك قوات قو قدرات ردع كافيه لفرض يد عليا في اي مواجهه قادمه لا يعلم متى تاتي ولا يعلم السياق الذي تحدث لكن ما يحدث اليوم منذ بدء الحرب هو ان حزب الله يمتلك تصورا تفصيليا متحركا كل يوم عن كيف سوف تظهر المواجهه هذا التفوق الاستراتيجي بالتفاصيل بالارقام وهي باتت مرسومه بوقائع محدده تتصل بثلاثيه ضرب المنشات الاستعلاميه لجيش الاحتلال، الاستخدام المتقن لثنائيه الصواريخ بانواعها المتوسطه مع الصواريخ المضاده للدروع وثالثا المعركه الجويه بشقيها، السيطره على ميدان الطيران المسير وتظهير فاعليه الدفاع الجوي. احبائي واعزائي هنا ننهي بانوراما اليوم سلام القدس لكم وعليكم وإلى اللقاء في بانوراما الغد